وزير البيئة أعلن وزراعة البوروندي أعلن عن تولي بوروندي رئاسة المجلس الوزاري لحوض النيل في دورته القادمة بعد إثيوبيا بدلا من مصر. القاهرة كانت اعتذرت عن تولي هذا المنصب رغم أنه ده الدور بتاعها بسبب الاستمرار في تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل منذ التوقيع على اتفاقية عنتيبي في عام 2010. الخلافات حوالين بنود الاتفاقية ما زالت عالقة بين مصر وبين الدول الموقعة، واللي بتعتبرها مصر مساس بأمنها المائي وحصصها التاريخية المتعارف عليها في مياه النيل. في ظل كمان أزمة المياه اللي بتواجهها مصر، تم افتتاح قناة الأسيوط الجديدة أمس ومحطتها الكهرومائية، واللي استغرقت 6 سنوات لتنفيذها بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه بدعم ألماني. المشروع هدفه تحسين الري في 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والخبرين، زي ما احنا ملاحظين متعلقين بالملف المائي، الملف المائي اللي هو مصدر قلق كبير للمصريين في الفترة الأخيرة. خلينا نرحب عبر الهاتف بالسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا. سيادة السفيرة مساء الخير. تقدير حضرتك للقرار المصري والرفض المصري للتولي الرئاسة الدورية بسبب اعتراضها على اتفاقية عنتيبي وبسبب اعتراضها على السياسة الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة؟ هو طبعا هو موضوع مفهوم جدا، مش معقولة ان انا اتولى رئاسة كيان وانا اساسا لم انضم للاتفاقية المنظمة له ومعترض على ما اجمعت عليه الدول الاخرى طبعا ما عدا السودان والكونغو. يعني احنا دلوقتي 3 دول فقط التي لم توقع على هذا الاتفاق، وبالتالي ما كانش في اي منطق ان انا ادير اجتماع انا مش معترف الكيان نفسه اصلا. الكيان عن الاتفاق احضرنا. طيب هنحاول نتواصل مرة ثانية مع سيادة السفيرة منى عمر لأنه الصوت للأسف مش قادرين نستبين منه، واضح إن في خلل في الاتصال. هنحاول نتواصل مرة ثانية مع سيادة السفيرة ولحد ما ترجع علينا. احنا كنا بنتكلم عن اعتذار مصر عن رئاسة المجلس الوزاري لحوض النيل. السفيرة منى عمر قالت إن ده إجراء طبيعي لأن هي مصر مش معترفة بالاتفاقية أصلا ولا بهذا الكيان، فبالتالي مش منطقي إن هي تتولى رئاسته. كمان ده بيعيد الكلام مرة تانية عن أزمة سد النهضة. في النهاية ما زالت هناك أزمة عالقة، ما زالت إثيوبيا بتماطل، ما زالت بتكسب وقت الحقيقة. يعني واضح إنه السياسة الإثيوبية قائمة على كسب الوقت والتطويل في أمد الاتفاقات لحين تحول السد إلى أمر واقع، فبالتالي بعد كده مش هيكون في إمكانية إنك أنت تهدم السد. والواضح كمان لو ربطنا بالخبر الثاني بتاع القناطر الجديده قناطر اسيوط، فواضح ان مصر كمان بدات تتعامل على ان ده امر واقع وان هذا الامر الواقع سيترتب عليه بعض المشاكل. مشاكل طبعا في نقص المياه وفي نقص المياه الصالحه للشرب وللري، وبناء عليه زي ما شفنا كان قرار حظر تصدير وزراعة الأرز، وكان في قرارات أكتر من قرارات تانية عشان يواجه هذا النقص. رجعت لنا مرة تانية السفيرة منى عمر. سيادة السفيرة اتفضلي. مساء الخير يا فندم. أنا كنت بتكلم على إنه مصر اشتغلت الاجتماع. يعني كان في دكتور أحمد بهاء الدين اللي هو رئيس قطاع المياه شارك في الاجتماع، ولكن أنا لم أتولى الرئاسة وألقى كلمة فيها وتحدث خلالها برضو عن الموقف المصري وكرر المبادئ اللي هو اعتمد عليها الموقف المصري من موضوع الاتفاق عن تيبي مع سيادتك انه لم نوقع عليه. لسه للاسف ما زال المشاكل في التواصل. استاذ سفير حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك. طيب سؤالنا التالي يا فندم متعلق ب الآلية اللي مصر المفروض تدير بيها ملف سد النهضة وملف الملف المائي اللي هو ملف من أهم ملفات الأمن القومي. واضح أن إثيوبيا خلاص ماضية في بناية السد والموضوع تحول إلى أمر واقع. هل في خطوات تانية ممكن مصر تاخدها علشان تقلل على الأقل من الآثار السلبية اللي قد تترتب على سد النهضة؟ هو في طبعا اتفاق وتوافق بين الدول الثلاثة المعنية اللي هو مصر وإثيوبيا والسودان، كان على إحالة الموضوع للمكتب الاستشاري. المكتب الاستشاري قدم التقرير الاستهلالي
تقريره اللي هو بيوضح في مدى لو كان في ضرر بيقع على مصر والسودان ام لا، وايه يعني هذه الاضرار وحجمها ومدى تاثيرها على مصر والسودان. التقرير الاستهلالي لاقى اعتراض من الجانب الاثيوبي، اعترضوا على عدد من النقاط فيه، مصر برضه كان ليها بعض الملاحظات، وتم الاتفاق على احاله هذه الملاحظات للمكتب الاستشاري للرد عليها، ومن المنتظر ان هو يقوم بالرد اعتقد في خلال اسبوعين من الان، وبناء عليها يعني تستمر عمليه التفاوض ويستمر عمليه اعزاز التقرير اللي على اساسه هنقدر ان احنا نحدد. لو ما فيش ضرر بيقع على مصر يبقى ما فيش مشكله خالص. طيب ولو في لو في مشكله بالنسبه لمصر، احنا عندنا طبعا تعهد من الجانب الاثيوبي بانه مش هيقع اي نقص من الحصه المائيه لمصر، وبالتالي هيتم الاتفاق على كيفيه تناول هذا الموضوع سواء من خلال عمليه ملو الخزانات بتتم في مهلة زمنية طويلة بحيث انه ما يأثرش على المنسوب الذي يكون الى مصر، وادارة مشتركة ايضا للتواجد المصري السوداني مع اثيوبيا في عملية ادارة الفتح. هو ده الحلول المنتظرة يعني. تمام سيد سفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية سابقا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وهو ده مربط الفرس دايما الكلام عن التعهد الاثيوبي وعدم تضرر مصر من قيام السد، في حين ان احنا لما بيطلع تقرير استهلالي بيقول انه السد قد يضر بمصر اثيوبيا لا تعترف به، فبالتالي التعهد هو مجرد كلمه في النهايه عند التنفيذ. الاهم هو الاتفاقيات، الاهم هو الواقع على الارض، وزي ما قلنا ماذا لو اصدرت كل التقارير فيما بعد تاكيدات على ان هذا السد سيتسبب في ضرر لمصر، هل هيكون في امكانيه ان احنا نهد السد مثلا، ان احنا نمنع اثيوبيا من استخدامه؟ اكيد الموضوع مش هيكون بالسهوله. خلونا ايضا نرحب عبر الهاتف بالدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه والري. دكتور نادر برحب بيك. اهلا يا استاذ سامر، مساء الخير عليك. مساء النور، اهلا بحضرتك. يعني مصر اعتذرت عن رئاسه المجلس الوزاري لحوض النيل، وده اجراء يعني متوقع باعتبار مصر معترضه اساسا على اتفاقيه عنتيبي. اجراءات من هذا النوع ممكن تكون مؤثرة إلى أي مدى في مفاوضات سد النهضة؟ لأنه الإجراءات اللي بتاخدها مصر حتى يعني هي إجراءات طبعا لن تخرج في النهاية عن السلمية والإجراءات الاحتجاجية، لكن في النهاية لا تغير في الواقع شيء. هو كان المفروض ان احنا الحقيقه نفصل ما بين تحفظنا على اتفاقيه عنتيبي وما بين عضويتنا في دول حوض النيل. وانا كنت بعتقد انه مصر كانت تتولى الرئاسه وكان ده هيديها فرصه علشان تتواصل مع الدول السته الموقعه على اتفاقيه عنتيبي، وهم متفاهمين للتحفظات الاربعه اللي مصر عليها، اللي هو مبدا الاختيار المسبق اللي هم لغوه، التصويت يكون بجميع الاراء او على الاقل دوله من دول المصر بتكون موجودين فيها، عدم الغاء الاتفاقيات السابقه والبناء عليها. فانا بعتقد ان مصر لو كانت تولت الرئاسه، طالما احنا رجعنا لمفوضيه حوض النيل من العام الماضي، ما كانش مفروض نعتذر، وان ده كان هيدينا فرصه اكبر للتواصل مع الدول الموقعه للنظر في التحفظات المصريه، بدل ما نعتبر ان نهر النيل ده تاريخه كله منتهي وبيبدا عام 2010 وقت توقيع الاتفاقيه، لا تعالوا نبني على الاتفاقيات اللي فاتت، تعالوا نستقطب مياه المستنقعات ونقسمها بينا للدول اللي عايزه حصص اضافيه، تعالوا السدود مصر عمرها ما اعترضت عليها واحنا اللي بنينا. الموافقه على المجلس يا دكتور هتكون اعتراف باتفاقيه عنتيبي اللي هي بتنزع مصر حقوقها التاريخيه. لا يا فندم، لا المفوضيه حوض النيل حاجه واتفاقيه عنتيبي حاجه ثانيه، بدليل طيب ما هي الكونغو ما وقعتش على الاتفاقيه، ولا مصر ولا السودان ولا جنوب السودان، هل ده معناه ان هم ما يحضروش اجتماعات مفوضيه حوض النيل؟ لا يحضروا، انما كون انه ست دول من حوض النيل وقعوا على اتفاقيه وجدوا مصر في الرئاسه، انا اعتقد كان من الافضل
الافضل لنا ان نتولى الرئاسه ونعرض التحفظات المصريه لانها مشروعه ولوجيك جدا ونقدر نتفاوض معاهم فيها بدل ما ان احنا نرضخ وقد يتولى طبعا حد من الدول السته الموقعين على الاتفاقيه، وبالتالي هيكون التفاوض اصعب لو من ان لو مصر هي اللي كانت متولية الرئاسة في هذا العام. طيب خلينا برضو ننتقل لقضية قناة الأسيوط، في النهاية هي مشروع ممكن يسبب أو ممكن يعني يقلل من آثار الناتجة عن سد النهضة بعد تشغيله، إلى أي مدى حضرتك شايف القناطر دي ممكن تكون مفيدة؟ شوف، هي قناة الأسيوط الجديدة هي إحلال لقناة الأسيوط القديمة اللي عمرها تجاوز 100 عام، وبالتالي أصبح كفائتها وتصريب المياه منها غير مقبول علميا، وبدل ما نعمل لها صيانة وجدنا أن تكاليف الصيانة تساوي تكاليف إنشاء قناة الجديدة، فقررنا أن احنا ننشئ قناة الجديدة نقدر كمان نولد منها كمية من الكهرباء معقولة تعادل يعني دخلها السنوي حوالي 100 مليون جنيه مصري، تساهم في إنارة بعض القرى في الصعيد اللي محتاجة أو التوسع الصناعي أو غيره، وفي نفس الوقت نحد التسرب من المياه ونرفع كفاءة الري وتصل المياه إلى نهايات الزمام، لأنه الست محافظات اللي هم دايما بعد القناطر اللي هيستفيدوا ابتداء من أسيوط وصولا إلى الجيزة، كان دايما المزارعين في نهاية الزمام يشتكوا إن المياه ما بتجيلهمش، إنه كفاءة الري منخفضة وكفاءة النقل أو الديليفري سيستم منخفض، فكان لازم القناطر الجديدة دي هترفع كفاءة الري في حوالي 1.7 مليون فدان حسب الرقم الرسمي اللي وزارة الري قالته، وبالتالي ده بيعلي لما نعلي كفاءة الري وكفاءة نقل المياه ده في توقعات ان احنا نقدر نوفر ما بين 4 إلى 5 مليار متر مكعب كانت بتهدر عبر الفقد والبوابات التالفة في القناطر القديمة، وإن كان وزارة الري بتشوف إن احنا ممكن نوفر كمان 10 مليار، إنما أنا الحقيقة منطقيا ما بين 3 إلى 5 مليار فقط من رفع كفاءة الري عبر القناطر الجديدة. يمكن دول طبعا لما نوفر 5 مليار، وأنا متوقع إن إثيوبيا لو بدأت التخزين السنة دي زي ما هي أعلنت في تسريبات إن هيخصموا 15 مليار متر مكعب لمدة 3 سنوات عشان يخزنوا أول 45 مليار تخصم مناصفة من مصر والسودان، يبقى على الأقل العشرة مليار اللي هتخصموا من مصر قدرنا نوفر منهم 5 عن طريق قناطر أسيوط الجديدة ورفع كفاءة الري ورفع كفاءة نقل المياه، نساهم شوية ربما نعيد النظر في سياسة تحجيم سياسة زراعة الأرز، والنظر أيضا لأنه في ضمن الخطة تحجيم أيضا زراعات الموز المستنزفة للمياه وقصب السكر إحلاله بالبنجر في بعض المحافظات الشمالية حتى المنيا، فكل دي يعني واضح أنه خلاص كلنا بنتعامل مع تأثيرات، واضح ان احنا كلنا بقينا نتعامل مع سد النهضة لأنه أمر واقع خلاص، فالأفضل أنه نستعد له ونشوف إيه اللي ممكن الإجراءات اللي ممكن اتباعها لتقليل الآثار الناتجة عن السد. شفنا قرارات منع زراعة الأرز، شفنا أهو بنتكلم عن قناطر أسيوط، شفنا كلام كمان عن مشروعات لتحلية مياه البحر، فيعني واضح أنه في تحركات لمواجهة الآثار اللي قد تترتب عليه. معك حق، هو طبعا السد النهضة أصبح واقع كده زي تغيرات المناخ، فأصبح إن احنا واجب علينا نعمل أدابتيشن أو نتأقلم بقى مع ظروف ندرة المياه، مع ظروف تخزين المياه لأول 3 سنوات لغاية بعد كده. طيب ماذا بعد ال3 سنوات؟ مفروض إنه حجم سعة تخزين بحيرة سد النهضة 75 مليار، طب احنا اتفقنا يملوا 45 مليار، طب بعد 3 سنين إيه اللي هيحصل؟ هيكملوا ال75؟ طب ما هو هيصرفوا ال45 دول عشان يولدوا كهرباء فالبحيرة هتفضى، يبقى هنبدأ تاني 45 جداد. فالحقيقة في نقاط يعني حتى الآن الكثير من الخبراء مش فاهمين ايه اللي ممكن يتم عليها، لان اولا لازم نتفق على فترة الملء كاملة ونتفق على فترة الخصم وتكون في قدرة تحمل مصر والسودان ونتوافق فيها مع الجانب السوداني ومع الجانب الاثيوبي ايضا. طب انه يتفهم طب انه 10 مليار ليه ده ما بيحصلش؟ احنا شايفين فدان وقت كتير جدا بيضيع في مفاوضات احنا عارفين انها مش هتسفر عن شيء، في النهاية في وقت طويل جدا بيضيع في التفاوض بين مصر واثيوبيا والسودان ولجان مشتركه ومش عارف ايه، واحنا عارفين في النهايه ان السد خلاص هيتم تنفيذه ولا تراجع عنه، ليه الوقت ما بيتمش استخدامه او استغلاله علشان نتوافق على الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي؟
شوف الحقيقة مثلا يعني كان من 3 شهور كانت الدنيا مشعليلة جدا، ووزير الخارجية في الاجتماع الثلاثي أدلى بتصريحات إن أنتوا لازم تتفهموا حاجة مصر وإن إحنا دولة صحراوية وعايشين على 7% من أرضنا وما نقدرش نفرط في أي قطرة مية. فوجئنا في الاجتماع الثاني بيقول ان على طول بيان هادي جدا وان احنا تواصلنا الى توافقات لم يعلن عنها وانه اثيوبيا متفاهمه والرئيس الاثيوبي يجي مصر يقسم انه لن يضر مصر، وطبعا العلاقه بين الدول ما بتقومش على كده، بتقوم على المعاهدات المكتوبه والموقعه. انما الحقيقه مثلا تيجي بقى احداث سياسيه، محاوله اغتيال ابي احمد والانفجار اللي حصل في اديس ابابا، كل دي اجراءات سياسيه ترحل وتاجل وتاجل، والتسويف والوقت في صالح اثيوبيا وليس في صالح مصر. انما المفروض ان خطه استكمال المخزون سد النهضه تكون بالكامل متوافقه وتكون مصر على درايه كامله بيها، وهيتخصم مننا قد ايه كل سنه والمده قد ايه، وده يكون في قدرتنا، وبالتالي نقدر نعدل السياسات الزراعيه والسياسات المائيه سواء في رفع كفاءة نقل المياه من السد العالي لغاية الدلتا أو في كفاءات الري، أو نضع الأسس إن إحنا هنستورد قد إيه بقى سكر لما نقلل زراعات والموز والرز، وهل هيحصل تقليص مرة أخرى في زراعات الرز ولا هنبقى نص المساحة الحالية اللي هي 700,000 فدان، وده يخلينا نستورد حوالي 2 مليون طن رز كل سنة عشان نستكمل حاجتنا من الرز الأبيض. كل دي حاجات لازم تكون مصر تحط إيديها عليها وتتوافق صحيح. فيها صحيح. مع الجانب الإثيوبي والثاني، ونتمنى أن يحدث هذا قريبا يعني إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري، شكرا جزيلا على مشاركة حضرتك معانا. هنروح لفاصل صغير ونرجع نفتح بعده ملف الموظفين والجهاز الإداري للدولة، الواضح إن في كلام كتير حواليه اليومين دول، خليكم معانا.